مؤخرا بالفعل التتواجد ديالي قليل هادي، ولكن كاين عندي عمل، كاين واحد جوج الاعمال صورتهم هاد العام واحد مع شويكه، وواحد مع الدرقاوي، مع السي عبد الكريم الدرقاوي، ولكن مازال ما دازوش. وصورت عمل مهم وهو يمكن اللي خدا ليا الوقت بزاف، لان كان خصو وقت طويل ديال العمل، ديال الاشتغال، ديال الجهد، وما كانش ممكن نفرق الجهد ديالي في حاجه اخرى. هذا عمل بحال تقول حلم ديالي كممثله، اللي كيهضر على واحد القضيه انا بالنسبه ليا مهمه بزاف، فكان كيخصني نعطيها وقتي كله، اللي هو هذا العمل اللي كنتمنى ان شاء الله يخرج، كنتمنى يخرج في جانفي ولا فيفري ولا في مارس على اكثر تقدير، هو الفيلم ديال يوم وليله. واحد الفيلم اللي كيهضر على واحد، على جوج العيالات، واحد السيده امازيغيه جايه من الجبل للمدينه باش تقلب على راجلها، لانه الانسان ما يرسلش ليها الدواء، وكتلقى بواحد السيده اللي هي النقيض ديالها في مدينه كبيره بحال الدار البيضاء، وكيدوزوا 24 ساعه بجوج بحثا عن الحسين. يعني هذا هو الغياب ديالي، وكنتمنى ملي يخرج الفيلم ينسي الغياب ديالي، كنتمنى. لانه انا كنقول ذات كيقول لك الله، ولا زعما كيكافي اللي خدمت بصح. كنتمنى وانا واثقه من هذه القضيه هذه، وكنت ان شاء الله هذا الغياب ديالي غادي نعوضه للناس بهذا الفيلم.